السلام عليكم، معكم مهندس أحمد. دلوقتي أنا هستعرض لكم مشكلة بتكون موجودة في أغلب المنازل اللي بيتم تنفيذها كده بدون مهندس أو بتكونش متصممة صح، وده بيكون خطأ مشترك، يا إما لو كان المهندس صمم غلط أو يا إما يكون هي اتنفذت غلط. طيب إحنا دلوقتي هنحكم عليها في الموضوع. طيب إحنا دلوقتي عندنا شرخ على وش العمود كده أهو، ده غالبا بيكون شرخ قص او بانشنج، وعندنا برضه الشروخ الموجودة هنا ده برضه نتيجة البانشنج. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا عندنا مشكلة نوع في القص. طيب ان النتيجة المشكلة دي جاية نتيجة ايه يا فندم؟ هقول لحضرتك رقم واحد، ان احنا عندنا حاجة اسمها الشير فريكشن، ده لازم ناخده معانا في الاعتبار لما يكون عندنا البلاطه مش راكبه العمود كله. يعني عندنا العمود ده ايه الجزء الافكتيف فيه؟ يعتبر الجنب ده مفيش، طب الجنب ده مفيش، يبقى الجزء الافكتيف الناحيه اللي جوه دي والناحيه دي. طيب هل البلاطه كلها متشاله الجزء ده؟ لا. طيب يعني كده ايه المشكله؟ عندنا تركيز اجهادات في الجزء ده، عشان كده البلاطه دي شرخت، وهنلاقي باقي الادوار شرخت بنفس المشكله. يبقى دي عندنا مشكله اصلا في الديزاين. طيب كانوا ممكن نحلها في الديزاين؟ كانوا ممكن نحط لها حديد ونحسب الشير فريكشن للجزء ده، نخلي الجزء ده ريجيد جدا، يعني نخلي علاقه السقف بالعمود اكثر للفيكسيشن وليس للهنج. طبعا هنلاحظ برضو عند الجزء ده، يعني معنى كده ان البلاطه دي كده كده هتصرخ لان هي متصممه غلط. طبعا دي اهميه وجود المهندس المصمم يكون على درايه جيده بالتصميم، وثانيا بيكون في آلية التنفيذ ان انا ازاي اتغلب على الموضوع ده، حتى لو اللوحة جات عندي غلط انا المفروض كمهندس تنفيذ احل المشكلة دي.